انطلاقا من التظاهرات المتكررة والمتعددة في محافظة البصرة من قبل الخريجين والكسبة، تشير الأدلة الواقعية إلى ارتفاع نسب البطالة وزيادة الطلبات للعمل دون وجود آلية لاستيعاب الطاقات الشبابية، الأمر الذي يؤدي إلى الاحتكاك الشبابي مع القوى الأمنية، وآخرها تظاهرة العاملين بنظام الأجور اليومية ضمن دوائر ديوان محافظة البصرة. تظاهرتنا اليوم أمام المحافظة من الساعة 8 إلى الآن إحنا وما خرجنا أي شخص، هي إبرام العقد من ضمنها عقود 25,000 درجة وظيفية اللي تابعة للتربية، وهاي الكتب أصلا موجودة وموقعة، فقط يحتاج بها أمر أنه تروح للتربية وبعدها تصعد لبغداد. إحنا حاليا جاي نتابع كل الأمور، كتاب كربلاء توقع وكتاب بغداد توقع وإجابي كتب مباشرة، إحنا لحد الآن ماكو أي شيء. وهاي سألنا إحنا من شهر الواحد طبعا جاي نراجع بها هاي، وكل شيء ماكو، كل شيء ما سوونا، مع أنه هم بقية المحافظات كربلاء طلعت، بغداد طلعت، كلهم كملت ملفهم وانحسمت. فأرجو يعني من المحافظ أنه يحسم ملفنا همينا مساويا بالبقية المحافظات. ولا تقتصر البطالة في البصرة على عدم توفر فرص العمل، بل أنها تزايدت بسبب الاستعانة بالعمالة الأجنبية وكوادر من خارج المحافظة للعمل في الشركات النفطية وشركات القطاع الخاص الأخرى، الأمر الذي يعتبره الشباب البصري استفزازا وإهانة وسلبا واضحا للحقوق، أدى إلى تردي الواقع المعيشي. لا، بالنسبة للأغلب بطالة، بالنسبة لأغلب بطالة، وهذا الشيء معيب يعني بحق محافظة البصرة. محافظة البصرة هي شريان نابض للعراق، يعني 80-90% من ميزانية محافظة البصرة هي عفوا من العراق، هي من محافظة البصرة. والله جدا مرتفع نسبة البطالة، ماكو آلية تعيين خريجين آلية محددة، يعني جاي اشوف الشركات النفطية اغلبها العمال الأجنبية، وبالبصرة يعني الخريج ويتعب على روحه وسنين متخرج ما يحصل ابسط وسيط. الجدير بالذكر ان البصرة تشهد حاليا اعتصامات مفتوحة وتظاهرات متزامنة امام دوائر الدولة كشركة نفط البصرة وديوان محافظة البصرة لخريجي الكليات العلمية، مطالبين بحق العمل ومهددين برفع وتيرة المطالبة إن لم تحقق أهدافهم في قادم الأيام. من البصرة أركان تقي اليوم.